ليه سيرينا ويليامز لبست تيشيرت الكاميرون في رولان جاروس؟ وإيه علاقة ده بجيل سامويل إيتو 2002؟ في سنة 2002 اتفاجئ العالم بتيشيرت الكاميرون الغريب من إنتاج شركة بوما، واللي بيظهر من غير أكمام عشان يظهر عضلات لاعبي منتخب الكاميرون. شركة بوما كشفت فيما بعد إن الفكرة جات لهم لما لقيت اللعيبة بترفع الأكمام علشان يتغلبوا على حرارة الجو في إفريقيا. لعبة الكاميرون بطولة أمم إفريقيا 2002 وفعلا فازت باللقب. مش بس كده، فازت باللقب بدون ما تتلقى أي هدف، ويبدو إن الهدف تحقق وترعب المنافسين من عضلات الأسود. وفي رولان جاروس 2002 عرضت شركة بوما على سيرينا ويليامز إنها تلبس تيشيرت الكاميرون، لكن سيرينا لبست الطقم كله لدرجة إنها رفعت الشراب لحد فوق خالص، واتقال عنها إنها ما كانش ناقصها غير شنكار وتبقى لاعبة كورة. في السنة دي لبست سيرينا ويليامز الطقم الكامل مرتين، وفي نفس السنة فعلا فازت سيرينا ويليامز باللقب لأول مرة في مسيرتها. أما الفيفا فما كانش عاجبه تماما الموضوع، واللي فرض على الكاميرون انهم يضيفوا للطقم بتاعهم اكمام سودا علشان يشاركوا في كاس العالم 2002. بعد سنتين في 2004 وصلت الكاميرون وشركه بوما تحدي فيفا، مش عايزيننا نلبس تيشيرت كات؟ طيب احنا هنلبس طقم قطعه واحده. لكن الكاميرون مع الاسف المره دي ودعت البطوله بدري من ربع النهائي قدام نيجيريا، وعلشان تبدا الفيفا على الفور تغيير قوانينها تماما علشان تمنع اي تلاعب في قصه اللبس دي بعد كده للابد.